قولي انا جاهزه. اسود بشعري هات البتاع دي ما بتربيش على طول. طيب احضر قولي جاهزه. قولي جاهزه. انا جاهزه. ايوه كده يا بيبي. المرحله دي ما بتطلعش غير الغاليين الغاليين. وانت غاليه. لا أوكي. والله العظيم لا وحياه ربنا لا. امال ايه ساكته وعامله لي فيها الجو؟ ما تطلعليش. ايوه بتحب الضفادع ولا لا؟ ما بحبهمش. يا ضفدعه يا حرميكي من هنا. لا ارميني. ايه ارميني ارميكي ارميني. ليه للدرجه دي يا بنت؟ ضفدعه غلبانه. ضفدعه مسكينه يا بنت. ضفدعه ضفدعه يا مينا. ضفدعه يا مينا. ضفدعه بجول. اوعى بس خليك اهل. خلي بنتها تقع من فوق. بقى خلاص لا. اوكي لا. خلاص قدامك دلوقتي اختيار يا الضفدعه يا حاجه تانية هعملها. ها يا قولي. اوكي اوكي. انت خلينا في الاتيكيت صح؟ اه. انا عايزك تاكل المانجيه دي بايدك. هتقرشيها وتقشري حته كده وتروح قبلك كده. بصي وتبصي للكاميرا واخده بالك. ها طيب. طب اصبر بس. هتروح قبلك كده وتروح مقشره حته وتروح قطمه. يلا طيب اعمل ايه؟ يلا رش الحته اللي فوق. اقرشها؟ اعمل ايه؟ يلا. ايوه ايه يا بنت انا مديكي ايه؟ دي منجايه. بكرهه بكرهه. يلا 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 اعمل ايه؟ ايوه رشي بقى حته. يلا ها ها. ايوه شيليها بقى الحته الطربوش. ايوه ها ها. يلا قشريها بايدك بقى. طب اه ده يلا ها. هي امينه شربايه وهي تقرش المانجا. اشفطي بقى الحته اللي فوق دي. منجايه يا بنت انا مديكي ايه؟ انا ما بحبهاش. يلا اعمل ايه؟ يلا اعمل ايه؟ يلا يلا حته اهو. ايوه الله اكبر. رامز جلال نجم التيك توك. ده عقله راح منه وبيفك. يلا رامز جلال نجم التيك توك. ايوه عقله راح ومنه ويفك. الله اكبر. سقفه جامده يا جماعه. سقفه جامده.